وردوها حالي الماء والهمج ما هي تذوقه. وردوها حالي الماء والهمج ما هي تذوقه. لا انت والله عاي هذه مكرونه بشمل ذي والله يا شباب. اي هذه مكرونه بشمل. سلام 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 سلام. عطل ها ربي تعال هنا يلا كم يبي؟ يبي حبه. باقي الايس كريم وباقي الذره وباقي الحياه الزينه. يلا يا شباب دقيقه. ايوه استاذ عبد الله يمارس التقطيع. الا يلا بالدور السلام. بالدور السلام. هنا تمر هنا تمر ترى هنا لا والله ما احط لك شيء والله لا ما هذا هذا انا بنصلي ها. لا لا خلاص والله بطنات اللي يبغى تمر اللي يبغى صينيه قول لك هذه سرقته ابو طلق. سلم جربت ذاك طيب ولا؟ ايوه لا. ها يا شباب ها يا لبشار ازودك اللي يبغى فشار. يلا هك هك امسك تعال خذ اللي يبغى فشار يجاوب. قوي يدك اسبيعي خله 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 امسك الصحن صح. يا استاذ فيصل دونتين. لا لا عظيم دونتين يجمعها كذا لبك دوناتين تعطيهم اليوم كلهم تو دونات تو دونات سبير ميه دوز كنت خلاص. ها يلا تكلم عظيفان يا ضيفاننا الغلا نظم السر نظم السر عيالي ترى مؤدبين يا ضيفاننا الغلا عيالي مؤدبين ما يساقطون عيالي ما يساقطون. شح جملك طب ناري ادحم ادحم ابن الوارث اللاعب تو جمالنا انتو طب يا ربي يا ربي يا رب حرام يا ادخل مع الرجال دقيقه 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 يا عيال والله صاير بدر تصحون هذا ضيفان ضيفان ما حد يضحك على الضيفان. انا صار وقت شوي طيب بروح انا بروح روح من ورا يلا تفضل يا شوي يلا يا سلمان قلبي مولع. لا تقطع لا تقطع خذ العمارية كلها. وقد جامرتموني وعدتكم وقد لا ملنوني وش يا كذا وجودي على النار وسط النفوس على النوم ايوه. طيب امسك تكفى الرجال يا منسى المقطع والله اني صدقت الوضع ادعقة والله حتى انا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استوى تجل كما صح هادوا بين المناكب والأقدام تذكروا إن الله ينصب وجهه أمام عبده أول ما يكبر فإذا أكثر الحركة صرف الله وجهه عنه قد ما قد تحسن وقوفك في الصلاة صلاتك وش عادي عادي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت عليك يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحميه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحميه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحميه.
شباب بدت الايس كريمات ها؟ بدت الامور خدتوا؟ باقي بالدور يقول بالدور فصل فصل عايض كيف الضيافه فصل فصل؟ اخر واحد وبعدين يبدا الاصفر الحين اوكي 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 اسمع بعدهم؟ اوكي بعد جاء بعد جاء اوكي يا ابو طارق اخذت ايس كريم ولا ما اخذت؟ عشان ترجع الامور الاولى والحرجات والحركات الاولى وتتذكر ايام زمان كيف تاخذ العصريه الايس كريم والله ما كان ايس كريم الا ثلاجه التوت اي ورب البيت ولا تعرف كريمات صدق والله والله ما كان فيها ذي ما نعرفها جمد جمد التوت لا اي صح كانت اول بباس تجمد لا بس قبل تحط المصاص اول وبعدين تقفل الكيس يعني مصاص من البدايه ما تحط عشان يجمد عليه خليه شوي هذا ايس كريم حق ابو طلق شوف الحين شوف الحين نكهات ايه تغيرت الدنيا وانت يقولون في هذه طيب بسطتك اول ما اول ايس كريم غير التوت اول ايس كريم اول ايس كريم في حياتي جامعه كف جامعه كف من خالي والله فقدت السمع ثلاث دقائق اسالك بالله صدق والله كيف؟ قال لا اللوز عندك ما ادري ايش طبعا عشان ما احب بله اي عشان كانت شوي اي طيب والله طبقني بكف وكل الايس كريم في الارض قاعد تبكي مو عشان الالم عشان الايس كريم اللي طاح طيب والفرحه الفرحه فرحه كل ايس كريم على طول تحولت الى حزن انت اول الحين دخلت البقاله شفت الايس كريم هذه وانا شيء جديد شيء جديد شيء جديد ان شيء ايس كريم صح انت فرحت شهقت شهقت حق ذي الفرحه اعرف هذه اخذتها اخذتها الان طلعت برا رحت تبي تحاسب لا لا ولا حاسب الفلوس عند مع خالي انا واطلع جنب الذا واجلس في الدكه يسمونها دكه الكراسي اللي العتبه الجلسه الرصيف توني فكيته توني اخذت لقمه وعايش الجو غمضت عيني كذا اتلذذ بالبروده خيال طاع الايس كريم عند الاشاره ذيك وانا مخي كذا في الارض اختفى فجاه في ثواني اختفى النعمه الحمد لله عنده اله تحضرها في اي مكان عندك ياكل على كيفه ما بدون مخمسات هذا اللي خلاك شوي ايش لا استاذ عبد الله نبدا بس متاكد نبدا ولا نخليهم لين يخلصون ايش رايك اذا اخذوا ايس كريماتهم وجلسوا يستريحون يا شباب اي واحد ياخذ ايس كريمه يجلس عند فريق عشان نبدا مع استاذ عبد الله روح صفوا يلا يلا روح صفوا يا شباب لا لا ايه شباب صف كويس صف كويس عشان يطلع شكلنا ما عليه انتم اخوان يا اخوان دقايق مو مخلص خلاص اخضر اخضر تعال 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 ازرق طيب تعال ما في ظلم ما في ظلم ان شاء الله اجلس 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 يا فواز الله يصلح بخلود 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 اجلس اخوانك ياخذون بعدين انتم معليش استريح استريح يا شباب تنظيم كويس ترى ايس كريم هو مو يلا تفضلوا استريحوا يا شباب استريح يا صهيب صهيب خذت ايس كريمك عشان بيجي استاذ عبد الله لا بيعطيهم العين بيجي دورهم الحين بيجي دورهم الان يا عبد العزيز معليش انا اسف يا حبيبي انا اسف اسف يا خالد لا خلاص ازرق واحد فريق ازرق استريح يا بدر استريح لا حد يطلع من اللي ياخذ ايس كريم لا حد يقوم خلاص خليك عند فصلك عشان اكل الايس كريم الحالي يلا يا عبود عبود عبد الله يلا يلا اخذ حسون شباب 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 ابو عبد الله شوي بس عشان الكادر شوي
عشان يبان الكادر شوي شوي شغلكم حلو. ايش تبغى يا سلطان؟ الله يذويك يا ها؟ يلا حبيبي يلا حبيبي في مكس في فانيليا في شوكولاته تعال وش المكس فانيليا شوكولاته؟ شنو فانيليا شوكولاته؟ عطني فانيليا تعال من هنا تعال من هنا خذ اوريو ولوتس ايوه خلينا نشوف الايس كريم انا ابغى لوتس 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 الله يرفع قدرك كلش كلش تعال من هنا يا ابوك تعال من هنا يا حبيبي لا ابغى سكري ما ابي يلا يا ابوك من قاعد باقي؟ باقي باقي الازرق ازرق تعالوا من هنا مكس ولا شوكولاته يا ضيوف يا ضيوف يا معازيب خل الازرق يخلص تعالوا من هنا تعالوا احمر ايوه بدر من هنا خالد بندر وخر يا رجل من الناس بسم الله عليكم يا ابطال ايس كريم لذيذ يا اخي بدقيقه جميل يسرسح على السبت بحطني بحطني ايش تبغى؟ بحطني ايش تبغى انت؟ فوق الكب ايش تبغى؟ ايش اسمه موقع كم موقع؟ ما يدري ايش يبغى احمر حتى يا عادي على مواقعكم لو سمحت الخلص ايس كريم استاذ فيصل نوجع على الذره خير وايد خير وايد لا وش انت؟ دقيقه هي شو حبه حبه ايش تبغى؟ تكت ما ادري ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ في استاذ عبد الله عنده شوي استاذ عبد الله عنده كلام خلاص الحين باقي اثنين ازرق تعال انت اقرب وباقي الشباب الاحمر يلا المعذبين الله يكثر خير عامل الاوريو حبه سوداء سكتشرز المعذبين فريق الاحمر الله يكثر خير حبه سوداء الاوريو والله خير ها ايش تبغى لا 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 من السلام يعني ابي هاي دا اجلس حبيبي ايوه تعال يا فضول مع الاوريو مع السوتس خله خله ومع الكريسمس ومع البستوك ايش تبغى انتم؟ انا بسوي ايش تبغى يا اخي؟ بسوي يا اخوي ياكم ما سوي والله انا مسوي والله انا مسوي بدر تسمع كلامي ايش تبغى؟ بسوي انا يا اخي الاستاذ تخرب هو قال لي ايش تقول؟ هو قال لي هو وافق اني اسوي يا بسوي من اللي وافق؟ هو وش علي منه؟ دقيقه يا حلو انا استبعد بسوي بدر روح اشتنا روح اشتنا روح في الجلسه يا نظام غريب روح انت ويانا روح هناك اخبي له تعال ايس كريم ناخذ وياك كريم يلا قوم انا وياك استاذ فيصل يلا 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 تغلى فواز يا شباب لا تغلى قوم بس قوم يا فواز اقلى تغلى مب اعطي ايس كريم نكهه يا فواز يا فواز يا عبد الله يا هذا انا طالب خلص ايش تبغى؟ خلص ما عليك خلص ما يبغى لوتس اوري ولا لوتس؟ لوتس ولا اوريو؟ ولا شيء اصبر يا اخوي لوتس ولا اوريو؟ ولا شيء الا لا لا والله لا تقول ولا شيء والله لا ازعل عليك لوتس ولا اوريو بسرعة حبيبي يلا هبا لوتس ولا اوريو؟ اوريو ولا لوتس؟ 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 عندي حساسية من لا لا ما عندي لا ما عندك حساسية سمك ما عندك حساسية سمك مو بسمك ايش تبغى ايس كريم؟ يلا بسرعة هو عطاها اوريو عطى اوريو عطى والله انت تاكل ان شاء الله ان شاء الله تاكل عطى اوريو يلا ترى بزعل عليك ايش تبغى؟ اوريو اوريو عطى اوريو تكفى هذا اوريو هذا هو اللي فوق النكهة هذا النكهة ايوه تسوي حبة سوداء صح؟ جيب لي ذا اللي هنا فانيلا اوه يبغى التشكيلة ذيك مكس 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 خلاص هو يجي فريقهم يذل لا 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 ما عليك انت كل بس هو الله عليك الله شغاله اول قديم في الشغله ايوه ايوه عنده خبره عليك وجودي احمد على احمد تعال وجودي على جلس عطني انا فانيليا بس فانيليا انا بس احمد خلصتوا احمر احمر منكم ما حد ايس كريم شيء يلا عشان استاذ عبد الله اخذ الفريق اللي مو بجالس والله الفريق اللي مو بجالس يجي عليه شيء ما ابغى اخصم انا يا شباب اجلسوا يا شباب سعود خذت ايس كريم وين رايح؟ خلاص اجلس لا خليك هنا سبي. ارجع عواد تبغى ذا؟ ارجع بدر تبغى ذا؟ لا لا استريح يا شباب اخوي انتم باقي بدر و باقي ثلاثة بدر ومحمد لا محمد اخذ ايش تبغى انت؟ محمد اخذ مكس واوريو ولوتس انا الحين ايس كريم ما ادري ما يعرف شغل بعدين انا خاف اخذ وطالع يجيني كم كتاب اليوم هل شغل هل شغل قصيدة فانيلا فانيليا بس؟ اي فانيليا دخل يدك سادة اخذ هذا وشو ذا الاسود يا بدر اوريو اوريو يعني وش يصير؟ ايوه يلا هناك يا اخفكك من الطقطقه نبغى ناكل الان نبغى نبغى شيء يعني دعست على حجره اي فلفت بعد فلفت عطى ابو طلق ايس كريم سبايس سبايس امر
بسباس يا ابو طلق. لا وش افضل شيء؟ فانيليا بسباس. الله يتغريك. فانيليا بسباس. فانيليا بسباس. قديم في الشغله يا ابوي. والله قديم فتره يمكن من ما شاء الله. لوتس نوتس. لا 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 ولا شيء. ستاندرد. مكس مكس نكس. يلا احمر اجلس. يا صايب. تعرف يا ابوي. لا شوكولاته ذا. شكلها انت ايش تبغى؟ فانيليا ساده. انت خليك لا انت. الله يعطيكم العافيه وشكرا على مجهوداتكم الطيبه. الله يسعدكم. الله يسعدك. الله يسعدك. يوك طاح في الارض. تعال هذه 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 بكفي. يلا قم. ساعة يا جماعة يمين يمين والله ما ابغى ايش في ايش في مرتين ليه بدو خليه يخلص اصفر لا تكسر الاصفر يا حبيبي ها لوتس ولا هذا كله كله لا لا فانيليا فانيليا بيه ابشر اوريو وسكيفه كذا ما سويت شيء الا والله اول ما بدينا ترى اشرب شاي ايش عندنا شيء لا لا هذا قصدي عند ذا لا والله يا مشفوح عاد شباب فيكم اي سب يقول ليش لا تسب ما سبيت كان معانا بالباص مسح طلع لك شنب حبيبي من اللي وصلني؟ أمك تسوق يا بابا؟ حلو أسعود أمك تسوق؟ أبدا أنت عنده رخصة بس ما عنده سيارة شو رأيك أبوك؟ أحس حل مناسب إذا بقول أبوي لأن أبوي في جدة ما أقدر ما في شيء أنا أبوي في أبوك؟ لا لا ناخذ ليش ما في شيء أمك ها؟ أمك مع أمي مع أمي حتى أنا عادي أنا بشوف إذا أنا
عبد الرحمن. الحين يجيني فنيله بس بس. تعال البار خلاص انا مشكل وكلتي عليه مع التيك توك الطويل. استريح 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 يا بندر يرحم والديك. استريح سفيصل سفيصل سفيصل. يا عيال بالله قصروها شوي. انا وخالد بكلاسك يا اخي قصرها اقول لك. خلاص بردني. استاذ دنعة كل شيء يسر. استاذ دنعة اوه بالله يا اخي انت انقلب شويني. قدام قدام. استاذ دنعة استاذ دنعة ولد انت الايس كريم والله. لو سمحت احبك يا سكيف كاطع. خلاص خلاص وش علي يا اخي تخاف من المويه تخاف من المويه. سؤال ايش فيك يا حبيبي؟ خلاص يا شيخ ليش؟ يا ما عليك ازين عواد رايد وين؟ استاذ عبد الله اسمع استاذ عبد الله وين باقي الطلاب؟ استاذ عبد الله معليش تسمح لي استاذ عبد الله يا جمع الفرق. هدوء هدوء نسمع استاذ عبد الله. ايش فيه؟ ايش عندك انت وياه؟ هذا المطرق لو قدرت اتكلم 100 مره. خلنا نسمع عبد الله. قلنا نسمع استاذ عبد الله. قلنا خلاص ليه الكلام زاد؟ ارجع ليه ما ترجع محلك؟ قابل كذا وراك قابل وراك المشرفين اللي عاد يكررون كلامهم خلاص. يا سلام تفضل سلام. الله يعافيك. تفضل استاذ عبد الله. استريح يا معاذ. كل الافرقه في مكانها. شو تسوي؟ منديل غسل غسل. يلا ايه نسمع استاذ عبد الله اخضر نسمع استاذ عبد الله. الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا على حضوركم اليوم كلكم كلهم حاضرين كاملين صح ما حد نقص؟ ايوه ما حد غاب. مثل ما شفتم اليوم يوم مفتوح استمتعنا تقهوينا اكلنا جلسنا بالجلسات اللي احنا سويناها. عثمان عواد شباب صوت سمعتوا اللي قلته ولا عيد مره ثانيه؟ ركزوا يا شباب بنفسجي. يلا ابو عبد الله. الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا على حضوركم اليوم بيض الله وجيهكم. مثل ما شفتم اليوم يوم مفتوح جلسنا فيه كلنا تقهوينا ولله الحمد. طبعا احنا سوينا اخر حصه جلسه وقلنا الحصه الجايه بنخليها يوم مفتوح بحيث ان نجلس ونتامل ونشوف الاشياء اللي احنا سويناها. مثل ما انتم شايفين سوينا عندنا الحصه الاولى سوينا نافوره يعني محمد. اشياء استاذ محمد بسيطه يعني سوينا اشياء من لا شيء. اول حصه يوم تتذكرون يوم اجيب الاغراض واوقفكم كلكم هنا وكل واحد قلت له وش يتوقع راح نسوي؟ كلكم طلعتوا بافكار ولكن كلها صحيحه ما اقول لكم انها غلط لا كلها صحيحه بس الفكره المقصوده والفكره المنشوده اللي احنا راح نسويها هي كانت نافوره مثل ما شفتم كانت اشكالها مره حلوه. الحصه الثانيه من يذكرني وش سوينا؟ دحوم ايه وش سوينا الحصه الثانيه؟ دحوم هو بيمنا ياكل. وش سوينا؟ سوينا كفرات. افا الحصه الثانيه؟ ايه الثانيه المكيف الصحراوي. المكيف الصحراوي بطل. الحصه الثانيه سوينا المكيف الصحراوي مثل ما شفتم جبت بدايه الحصه جبت الاغراض قلت لكم ايش راح نسوي كلكم اعطيتوني افكار. فواحد جابها منكم صح اللي يتذكره قال مكيف صحراوي وفعلا مكيف صحراوي. فمثل ما تشوفون الحين احنا جالسين ومكيفين قدام النافوره والمكيف الصحراوي اشوفكم انا الصراحه مستمتعين. ودكم نتكي هنا لبكره؟ ايه نجيب فرش نوم ونرقد هنا؟ مظله المشكله احنا ما نجي الا ترى الساعه 6 هنا يعني غابت الشمس عادي بس يعني يا استاذ في الصبح بالصبح احنا بدايه الحلقه احنا نبغى نسوي افكار انت تعجبنك انت تداخلت معي احنا نبغى نسوي افكار نستفيد منها المظله لو حطيناها احنا نستفيد منها بيجينا الليل على طول صح ولا لا؟ احنا عندنا ودنا نقعد هنا الصبح تجون متى الساعه كم؟ الساعه 9 الصبح تجون الساعه 9؟ لا نجي الساعه 3 العصر
تجون ثلاثة العصر بس حصة حلول هي لما تجون ست الساعة ست يعني قد غابت الشمس يعني ما يحتاج مظلة لو حطينا مظلة راح تكتمنا ترى فممكن ناخذ افكار ثانية منكم باخذ منكم بس دقيقة الحصة الثالثة الحصة الثالثة وش سوينا؟ خالد الحصة الثالثة لا 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 اخضر اخضر دقيقة سوينا جلسات السر في الكفرات في هذه السطول ورشيناها السر ضبطنا وفي كنت موجود الحصة الثالثة؟ لا والله بس راجع ما عليك السر تابعتها؟ ايه شفت كيف سوينا؟ ايه يعني لو اجيب الحين من جديد واقول لك سو بتسوي؟ ان شاء الله ما تجيب العيد؟ ازهل لي السر كفو طاولة عنها الاسبوع اللي فات تكلمنا عنها والاغراض موجودة هناك ممكن الطاولة شاب نحطها ممكن بس بناخذ منكم افكار الحصة الثالثة مثل ما شفتم اللي هي الحصة اللي راحت جبت لكم كفرات نثرتها هنا واخذت من عندكم ارائكم قلت وش راح نسوي في اتذكر واحد بس ناسي منه اللي اللي اللي, اللي, اللي اعطاني الفكرة دي يقول انا اللي قال راح نسوي تريلا ايش في واحد قال راح نسوي تريلا يوم شاف الكفرات قلت قلت شاحنة شاحنة مرة واحدة استاذ شاحنة الكفرات كثير قلت طيب ما كانت في مكينة سيارة ها؟ ما كانت ما في مكينة سيارة وقلت شكل شاحنة كذا ممكن ممكن يعني نبدأ بالكفرات نجيب الهيكل نجيب المكينة ممكن نحط بدل الحديد بلوك نخليه كذا شكل ممكن بس سم سم تفضل ابغى اقوى تصفيق لبعضكم صفق ازرق ما سمعت ما اسمع ما اسمع والله ما اسمع اسمع التصفيق القوي هنا الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا ابدعتوا مثل ما انتم شايفين قدامنا اربع حصص اليوم نجدد النشاط اليوم شو نسوي نجدد النشاط قاعد تاكل يا العافيه اليوم راح نجدد النشاط وراح ناخذ منكم افكار وش راح نسوي في الحصه الجايه طبعا الحصه الجايه هنا خلاص قفلنا المكان ذا يصير نشتغل هناك اللي يبغى يريح مثلا تعب يجي يريح هنا حلو سم ممكن اربع عواميد ونلص ونجيب الليات انا ببدا من الفريق البنفسجي حلو باخذ منهم افكار وبجيهم كذا الفكره اذا شفتها تناسب بقول لكم احتمال ان نسويها 100% حلو اذا شفت الفكره ما تناسب هي مناسبه الفكره اللي بتقولونها انتم بس في حصتنا هنا او في المكان اللي احنا فيه ممكن ما تناسب استاذ طيب انت تبي شيء نسويه خلال اربع ايام ولا يوم واحد أربع أيام معنى أربع حصص يعني لو جت فكرة أسطورية ممكن نسويها في الأربع حصص أوكي. أنا في فكرة ما أدري أحد فكر فيها لكن ممكن أتكلم عنها أبى أشوفكم جاهزين لها راح نبدأ فيها لأنها فكرة قوية أنا أول ما جيت في البرنامج قلت ببدأ مع الشباب بالثقيل قالوا لا وقف أستاذ عبد الله قسم بالله ناوي أبدأ معكم بالثقيل قالوا عطهم أشياء بسيطة في البداية إذا شفت الشباب متحمسين معك في الشغل ومبدعين ومؤدين اذا وصلنا لنص الطريق انت تقرر يعني تبدا في الثقيل اذا تشوفهم اذا تشوفهم رجال ويستحملون ابدا في الثقيل الثقيل فيه طين وفيه بلك صح احتمال احتمال بس بس, بس 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 شوفوا الحين ببدا بالفريق البنفسجي حلو ابغاكم انتم تفكرون بافكار وتركزون معنا في نفس الوقت لا تقول انا ما اقدر افكر واركز في نفس الوقت لا تقدر تفكر اخوياك ممكن يجيبوا لهم فكره ممكن انت تطلع عليك فكره ثانيه وبجيكم كلكم الفكره المناسبه اللي تعجبني واقول باذن الله راح نطبقها واللي وصاحب الفكره او الفريق نفسه راح ياخذ 70 درجه كامله يا سلام يا سلام عرفتوا متحمس الافكار دي نبدا من طالب فواز تفضل نسوي بهذا المكان كله كراسي اللي هو مجلس ما نقدر نستحوذ هناك مزرعه وهنا مجلس الاكارم بس بس, بس هذا العشب قصدك هنا العشب أيه. حلو نسوي مجلس ونحط فوق مظله رذاذ وبالنص هذه نسوي نافوره كبيره المشرف كل فصل لازم يجي يشاركنا
نبغى منكم مشاركات. شباب كل مشرف فصل مجلس هنا احد الطلاب يقول ايوه بيسوي جلسه ثانيه صوت خفيف. خلاص هذه تسد الجلسه هذه. الجلسه هذه شو وضعها؟ خلاص نشيلها ننطلها؟ لازم نجيب شيء نبغى نستفيد منه. احنا مسوينا هذه الاجواء. انا اشوف جلسه هذا زينه. سوينا مكيف، سوينا نافوره، سوينا جلسات. وش فيه؟ تقدر تشارك ترى. انا اقدر اشارك؟ تقدر تشارك. نسوي لنا بركه مسبح كذا صغيره كذا خفيفه لطيفه كمنظر، لان هذه جلسه وهنا نافوره قدامك مسبح. يا سلام. خلاص ممكن احدى الافكار اللي راح اشوف الاداره اذا وافقوا عليها الاسبوع الجاي انزل لكم عتل ومساحي. ازهل وطقوم ولبس. حنا المشرفين ننزل ونحفر ونضبط الشغل. اكيد لازم المشرفين اذا شغل قوي لازم يشتغلون مع الطلاب. هذه قلت نسوي مثال بيت من كرتون ونحط جلسه كذا داخله وزي كذا، يعني اشياء يعني زي كذا بيت كرتون. بيت من كرتون والله تشوف انها تصلح ولا بيت مو بيت كبير بس كذا كراتين كذا كراتين تجمعها على شكل مثلا زي الجلسه نثبتها وندخل جوتها يعني نسوي فيها اشياء. حلو. احنا في فصل الصيف. ايه انت تبي تكتمنا زياده. ايوه فكره مناسبه بس ما تصلح. احنا ايه نبغى فكره تناسبنا هنا. عرفت؟ اوكي تفضل. مسبح او طاوله مثلا نجيب القطع واحنا نركبها. يعني مشرف قال مسبح تغش منه مشبه. نبي شيء ثاني. طاوله سعف مثلا جلسه سعف. طاوله طاوله عندك ايش قصرت الطاوله ذي فيه؟ جلسه السعف رايد يعني مثلا تقول نبغى نخترع طاولات. نخترع طاولات ممتاز. عندي تفضل استاذ معاذ. خلونا نروح خارج الصندوق. حلو. نبغى بالترفيه. ليش ما نسوي مرجحة؟ ايش رايك استاذ عبد الله؟ انا مؤيد. اول متمرجح محاكيك او زحليقه او زحليقه. ارجعين نسترجع الايام الصغاري الطيبه. مرجحة عادي. مرجحة زحليقه. ما في فكره ثانيه؟ في مثلا في 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 فكره المرجيحه عندكم؟ يعني ما هي اللي اقول لكم تم نبي نسويها ولكن احتمال. والفكره الثانيه المسبح هي اللي عجبتني هنا. رايد ما كنت موجود صح؟ لا لا سوى عنده فكره. غششته؟ غششته صراحه. وش اقول؟ مجلس سعف. بالسعف. حلو. ولا كذا يعني تكون السقف من سعف والجلسات عندنا موجوده الحمر. تدري المساند المراكب. تدري اني مقترح الفكره اللي للاداره قلت بجيبهم عريش. عريش اخليهم حلو كيف يبنونه كيف يحطون الصفوف ويربطونه. وهو سهل اصلا انت تخبر. اي بس يوم فكرنا فيها انا يوم فكرت فيها نفسي احنا نجي هنا الساعه 6 تتغابت الشمس هذا كله ظل. صح. فليش نحط مظله؟ صح. المظله لو حطيناها بتحجب علينا الاضاءه فراح يصير المكان مظلم. صح صح صدقت. عرفت؟ اي لها لها سلبيات. لا نخلي الدخول ب 10 ريال. اي ما لا لا ندخلهم ببلاش. ندخلهم ببلاش. نجي احلى الوحش اللي يدخل ب 10 نقاط. ايوه خلاص نبي نشوف رايد. تفضل نكمل للنهايه. سعد بس هو قالها هذه اللي مسبح. والله فكره المسبح حلوه. عندكم هنا طلعتوا بفكرتين مسبح ومرجيحه اشياء ترفيهيه. نبي نبدا من عند ببدا بالدور. تفضل. والله انا اقول زحليقه كبيره. زحليقه من وش يسويها؟ من الحديد. حديد ابغى له الحام يبغى له قص. انتم مبتدئين بالشغله ذي. اجل نبغى افكار. نبغى افكار مثل اللي انتم شفتوها. مسبح طولت معنا؟ لا طولت معنا استاذ عايض؟ لا لا ما طولت. الافكار ذي ما طولت معنا. تسمح لي بس. تفضل. فكرة مسبح. مسبح كيف استاذ انا عندك كثير. انت مبدع ما شاء الله عليك. افكارك كلها ناجحه كلها ممتازه ولكن ما رايك نبغى الفكره المناسبه في المكان المناسب. ممكن نبني شيء ملحق بسيط او جلسه كذا كبيره. عبد الله كون هنا ونكون فوق الارضات نفس الجلسه هذه بس مجلس كامل ارضي. انا قاعد اتخيل ترى الفكره اللي انت تقولها هو جالس انا قاعد افكر فيها حلوه بس ما تصلح هنا. في فكره هنا استاذ يمكن نسوي استاذ. انا قلت واحد فكره نبي افكار قاعد يطلع افكار في مليون افكار. لازم تصير معي في القناه تساعدني بالافكار. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. حي الله استاذ فيصل. اعطنا اخر فكره لك. انت افكارك ما شاء الله ما توقف. ممكن نسوي منتزه بسيط مكان نحط فيه غداد وعشب. نحط فيه عشب. ما هو متخصص مزرعة. عشب صناعي ما في مشكلة. صناعي هذا وش قصر فيه؟ أو قصدك نحط مساحة؟ نسوي منتزة نحط زي حتى زحلاقة. حديقة يا أستاذ. حديقة متكاملة.
ممتاز. فكرة الصراحة أنت قلت مسبح. مسبح نفس الشباب هنا. أفكارك حلوة، أسئلة حلوة، بس إحنا نبغى فكرة تناسبنا هنا. بركة عرفت؟ ف اسكت اسوي طاوله. اسكت لا انا انا بقول انا من هذيك اسكت فكرتي ذي فكرتي ونقدر نحطها عادي. يعني انت تقول نسوي طاولات بما ان سوينا جلسات الحين يبيها طاوله نجيب معنا قهوه وشاي وين نحط القهوه والشاي نبي طاولات صح؟ خير هذا عشان اذا نبغى نشوي حاجه نحتاج خلاص خلاص راح دورك افكارك ذي توها طلع تفضل المساحه اللي برا هدوء هدوء العشب بس مساحتنا ملعب طايره ترى وين بلا جابنا فكره اسطوريه والله تسلع نجيب براميل نفرق نجيب قزماز لا لا انا على نزل الشبكه ما عليك نجيب براميل احنا نسويها في الحاره دائما نحط تراب نحط عميده حرتكم وين بجي العب معكم لا لا خليني اسوي شيء ابي اسير عليكم ان شاء الله في رمضان الطاير ما يزي ما تجينا في رمضان صادق إيه؟ والله اني ما اشوف الا في رمضان صادق شوف الحوار يحطون فكره حلوه إيه والله رمضان والله فكره حلوه في رمضان نسوي بس المشكله قول وش كل انا بكلم سلمر ناخذ المساحه مساحه كامله انا فقره حلول فيه عندكم حصه رياضيه كره قدم الحين محمد بن دنعه الرياضه 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 معكم الرياضه معكم تقدرون تقترحونها على مدرس الرياضه اللي عندكم ما في مساحه لا فيه في وسط الملعب اللي انتم فيه تلعبون لا ولا شيء نقلب نقلب انا عادي نقلب وي كيف نفس الملعب الكوره مثلا بدل ما تكون حصه كره قدم تصير حصه طايره طولكم عمودين شبكه تلعب العشب عادي بالعكس افضل لكم انا باش ابى فكره حلوه كلم سعد عمر شوف فكره حلوه ابى اكلم الاداره اذا وافقت عليها ممكن نسويها ترى ما يبي لها شيء حط لك عمودين شبكه دق دق العب جتني فكره بسيطه قبل الحين استاذ ليه مثلا ما نسوي اللي هي سله سله ايه سله ومن الاغراض الموجوده يمديك تجيب اللي هي الفراك وتجيب الاخشاب والبكات اعطيك فكره ثانيه برميل البويه ولا هذا وقتك ايوه هذا 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 بعطيك فكره على الطاير هذا انا في المزرعه انا كثر افكار اللي في المزرعه ولا سويت ولا واحده بس ما تفضيت لها شرط فضاله هذا برميل تبي احد يساعدك في المزرعه سوي جد الله يعطيك العافيه ان شاء الله انكم تزورون المزرعه كلكم تشتغلون معي ثاني بيشتغل معك استاذ المزرعه البرميل هذا يمديني اجيب الخشب في نوع خشب ثاني لوح اجيب مثلا لا 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 اجيب مثلا 10 حبات اجي احطها هنا واحده احط الثانيه هنا احط الثالثه هنا شوي بس عشان التصوير يطلع هنا هذا حلو احط الخشب مع بعض اجيب قماش حلو واحطه على الخشب بحيث ان الخشب غطى البرميل حلو ادبس بالدباسه هذه تعرفونها فخلاص يصير الخشب وين ماسك بالبرميل فاقدر احطه مثلا وش كرسي واقدر احطه طاوله تقدر كذا اقدر احط ايش والله داخل دي سله مفايات تقدر تحط سله مملاه طيب يمديك تسوي كرسي اكبر تحط الاخشاب على دار مدارها تقدر شوف طيب الافكار كثيره وما ننتهي بعد لو يسوون بالخشب زي التحف يقدرون بس هذا يبغى لها يعني مربعات دوائر لا في ناس فيه قبل كم يوم وصلني مقطع اكبر منحوتة خشب في العالم تخيل في وين توقعنا في الصين ايوه مسوين منحوتة خشب اكبر منحوتة خشب في العالم مسوينها من ايش مسوين شكل اسد فيها شفت تراها كبيره اكبر منحوتة انا تدري انها شايلتها تريلا طويله اكبر منحوتة خشب فهذا جلسوا كم يشتغلون فيها لا انا اقصد يعني مثلا الخشب هذا يسوون فيه مربعات زي اللي يحط حق الاقلام حق يقدرون ايه يقدرون يسوون يقدرون زي الأثل خشب الأثل عندنا في الديرة ربعنا الأولين يسوون منه مغارف الجريش صحيح تقدر تسوي شوف اللي بيشغل مخه بيبدأ هي أكس هذه متناول حتى هنا الأفكار نسوي حقة أقلاب أيش مخك رجاء الفريق الأحمر عندهم الأفكار شوف السبب استاذ قل له رد له كل واحد له راي كل واحد له راي جاوب عبد الوليد انا موكلك دافع صح استاذ عايز صح ويعرف اذا جاوبك يصيبه بعد سعايه صح طيب والله يحبك استاذ استاذ فيصل استاذ فيصل طلاب ما شاء الله كلهم ابدعوا اعطونا افكار طلعنا بفكره الله يعافيك طلعنا بفكره المسبح
اللي عجبتني هنا وفكرة الطائرة. استاذ المسبح هناك قالوا المسبح والمرجيحة حلو، فأفكاركم أبدرسها مع الإدارة اللي يوافقون فيها. بس المسبح صعب إن الجبل أزال ها؟ المسبح في جبل. لا نقدر نسوي، نقدر نسوي مسبح فوق لك. لا مو بلك. ما قلت لي ساق من فتره انا خاف اقول لكم اياها ويوقفون الاداره ويصير سهل عليكم تروحون تسوونها بسرعه. فهي سهله. اجلس يا شباب نجلس اصفر. ما يمدي بس ما نقدر نحفر لان الجبل تحتنا، نقدر نبني فوق اصفر او ذا. طب الحين خيمه الغيش سهله. خيمه الخيش ايه سهله، حط خشبان في الزوايا، حط خشب اكس او تحط كذا، تحط اللي هو الخيش وتدبسه وتصب عليه مويه تجلس كلك في فريزر. صح بارد مره في الصيف حلو، اهل المزارع يسوونه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم يعطيكم العافيه ما قصرتوا. ازرق ازرق خليكم على السالفه. مشرفكم وين؟ ما جاء ما جاء مشغول. ناخذ منكم ركزوا. طيب ابغاكم تركزون، ابغاكم تركزون، تركزون معي ولا امشي؟ لا لا ركزوا. فكرتوا بافكاركم؟ اي انا فكرت. يلا بنبدا هنا تفضل استاذ. انا صراحه فكرت مختار اثنين، يا مسبح او سياره كهربائيه من خشب. مسبح قالوا شباب ممتاز. خلاص سياره كهربائيه من خشب. حلو مره حلوه يا استاذ. شفت سياره كهربائيه من خشب بس اي بس خشب. و كيف نسويها؟ طيب ابغاك تقول لي كيف نسويها. كفرات حلو وخشب. كفرات زي كذا كبيره ولا عادي اي مقاس؟ حلو. وجم اللي كبر جم جاهزه. ونجيب هيكل يعني نسويه بالخشب. حلو. ونتب كذا ونسوي الخط من ذا. طيب يبغالك بطارية، يبغالك تنجد عشان تخليها تمشي دينمو أو نخليها منظر. تقدر تحفة تمشي. إيه تحفة. إيه تحفة تمشي. تفضل. بس أنا مرجيحة أو مظلة. مرجيحة أو مظلة. أنا ما في فكرة ثانية. دقيقة تفضل يا فؤاد. مظلة متحركة نركب عليها يمكن سكوتر اي شيء. حلو. ونقعد نلعب ذا نمشي فيها. يعني مثلا تمشي تجيب لك ذا، تجيب لك مقعد. حلو. وتحط كفرات تحت صغار. حلو. يعني تحافظ 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 على نظافة المكان. ايوه والنظافة من النظافة من الإيمان. تدخل جواتها يعني وتمشي. يعني بدل ما تشيل سلة المهملات الله يكرمكم وتتعبك وتصير أغراض داخلها ثقيلة يصير خلاص. لا. أنت مسوي سيارة. قصدي ذي. اصبر خليني أكمل. يصير أنت مسوي لك سكوتر وحاطها وتمشي. اللي تشوفه مثلا معك بالقاط تشيله وتنطل. انا مو قصدي ذي. انا قصدي انه الزبازي ذي ندخل جواتها وتحط لك كذا مقود وتلف بدون اغراض بدون شيء. انت يعني انت تبغاها سكوتر بس. خليها سكوتر يعني ما تبغاها الا زي فكرتك انت. تقدر تقدر تسوي سكوتر من افكار ثانيه غير سله المهملات. سله المهملات تقدر تقدر. في واحد مسويها اجنبي. تقدر تسوي افكار كثيره ويمشي في الشارع سرعه 100 فيها. فكره تعتبر فكره. تفضل. الحاجه ام الشراع. مسبح او دعبه. ها استاذ فيصل حليقه. استاذ فيصل حلو يعطيكم العافيه. اخضر مشرفكم وين؟ استاذ محمد. استاذ محمد. استاذ محمد تنعوي استاذ. ساعة عندي فكرة يا استاذ. لا شباب استاذ اصبر عندي فكرة جهنمية. استريح استاذ محمد دنعم. اجلس استريح استاذ محمد. تفضل مع طلابك. استريح اقول تفضل مع طلابك. ابشر نبغى ناخذ افكارهم وطرحاتهم. وكذلك انت نبغاك تشارك بس اللي بنخليك بعدهم. اي انت خمس صبح والله خايف. بدنا نشوف افكار الطلاب ونرجع. لو سمحت حسوا بمشي. لا 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 قاعد يسولف اخوياك. ركز معهم. طيب تفضل. سبع احس لو اسوي مظله حلوه بس كيف مظله كيف في الجلسه. سمعتها من هنا قلت مظله؟ والله ما سمعتها. والله ما سمعتها لسه. مظله كيف نسويها؟ احنا هنا نجي الساعه 6 في مغيب الشمس صح ولا؟ عصا السؤال بس يمكن عنده فكره اسهل. كيف؟ يمكن اكمل عليها يعني؟ ايه نجيب نخل جريد. ايوه جريد قالوا هناك الشباب. اشوف انها قالوا جريد. ايه اشوف انها هي فكره ممتازه. ما اقول لكم لا كل الافكار اللي قالوها شباب ممتازه بس احنا نبغى الفكره اللي تناسبنا هنا في المكان هذا. ايوه ايوه عندي فكره. لان احنا نجي الساعه 6 فقره حلول تبدا الساعه 6 قد غابت الشمس.
نصف ظل وين؟ خلاص جاء ظل نزلت الشمس جانا ظل. عرفت؟ فكرة تعتبر فكرة. يعطيك العافية. حلو. تفضل. أنا فكرة نسوي كوب بسيط ونحط فيه الأشياء اللي سويناها المظلة ونحط فيها هذه الجلسات اللي سويناها هسه، يكون كوب فيها الأشياء اللي إحنا سويناها، يكون منظر جمالي ويكون نقعد فيه كفصل. فكرة ممتازة وجميلة، لكن الكوب قدامنا كم حصة؟ أربعة. إيه. لكن حصة ساعتين ما راح تكفي. لا انا ما اتكلم عن كوخ لازم كامل مسكه زي كذا، يصير كوخ بسيط. وانت استاذ انت قبل شيء قلت ان عادي الاربع حلقات كلها تكون عن شيء واحد، سوي شيء قوي. اي انا اتكلم ان الاربع حلقات او الاربع حصص ممكن انها ما تكفينا لتضبيط الكوخ او بناء الكوخ. لا انا ما ابي كوخ يصير قوي مره. احنا نبغى فكره، مثلا الحصة الأولى نشتغل فيها، مثلا الحصة الثانية نشتغل فيها، الحصة الثالثة يصير نخلصها، الحصة الختامية نبغى شيء. أنا لمحت ما في كفاية. أنا في فكرة بقولها لكم. دقيقة أبديك أستاذ. أوكي أستاذ عبد الله أنت تفضل. أستاذ أول شيء عند فكرتين أستاذ، يا مرجيحة أو أسوي رذاذي. أستاذ يعطيك العافية. الله يعافيك. عندي فكرة. واحد يقول فكرتين، واحد احنا نبغى فكرة من كل واحد. ما عليك. رذاذي حلو. شفت المظلة؟ ايه. تدري وين نحطها؟ في المزرعة عشان نحتاج، لأن والله الشمس صقعتها. لو نسويها هناك تكون زي العمل منه، والله حلو. طيب تدري إن الشجرة تحتاج شمس، تحتاج إضاءة، ليش تظلل عليها؟ نبتة. لا يعني راح يصير لها استطالة، ما راح تنمو. خبيث. اسود بيحجب عليها شعاع الشمس. اخضر راكني اسود يا خبيث. طب اسد فما تصلح. عندي فكره، نسوي هنا ملعب كوره او ملعب طائره او سله. ايش قصر عليهم ملعب الكوره هناك؟ لا اسد، طب ملعب طائره. ملعب طائره سمعوه سمعته من هناك ولا ما سمعت؟ لا مين قالها؟ قالوها شباب دوره. لا والله ما قالوها الفصل. لا والله ما سمعنا شيء، ترى احنا تاكين هنا. فكره ممتازه. خلصت ثلاث افكارك؟ لا باقي فكرة واحدة. وشي؟ فكرة الأخيرة اللي في نفسي أسأل. لا مو ودي أسأل. نسوي نحط التفصيلة من هنا ونسوي نور، وفي النهاية نسوي زي نقعد كذا كامل وتكون هذا كله منور. قصدك عقود؟ عقود. أيوه عقود. عقود. يا مرحبتين، حياك الله، شلونك؟ عساك طيب؟ عسى ما شاء الله. أسمع أفكار كثيرة. نبي نفتح نسوي لنا بيت. قدامنا اربع حصص، ما اتوقع ان بننجز في الاربع حصص. خشب اما در اين بدي مين يكون اما يكون عمل جماعي. فكره بدل ما تكون كل فصل ذا نتعاون، ربع نتعاونوا كلنا نطلع شيء. اخترنا لوكيشن هنا. انا تفاوضت مع الاداره، اخذت الموقع هذا. لا خوف، لحد الان ما بعد اكدوا لي، بس نقول ان شاء الله اني في الموقع هذا عادي. نقدر نسوي لنا لوكيشن بعد. لوكيشن حلو. عندنا اسمه هنا مستودع اسمه نسميه السوق. إذا نقصنا أغراض نأخذها منه. الخشب توزع المهام على الفرق، يعني مثلا الفريق هذا أنت تكون مشرف، الفريق هذا الجهادي تسوي لنا بنفسجي شيء مجسم، شيء جميل حلو، يعني ملحوظ، شيء ملحوظ. فكرة حلوة، بس مثلا لو نجيب فكرة ثانية ونشتغلها بشكل جماعي غير الكوخ. هذا أنا أقصد الشكل الجماعي. بما أن الحصة اللي راحت كلها كل واحد يشتغل الفصل لحاله. طيب ما عندي أي مشكلة. طيب. لا عاجزك مع الشيء البيت. جزار ذي. تبغى شيء حلو؟ تبغى شيء حلو؟ شيء حلو؟ مسرح. بيكون حفله من النهائي فيه. صلحوا له المسرح. مسرح ممتاز، ويصير حفل الختامي فيه. ختامي فيه. ممتاز. يكون مسرح يختار له مكان. بس عندهم مسرح هناك. في مسرح، هم يزبطون المسرح، هم يزبطونه مسرحهم. أخاف إلا منهم رثع بهم. لا ما احنا بنساعدهم، ما احنا جالسين. شوف أتكلم، أنا أقصد ليش كوخ؟ أكواخ ولا كوخ واحد؟ أكواخ لأن وقت لو نحن بداية ذا كان له عليه درجات من بداية البرنامج. الكوخ لو إن البرنامج بيستمر للشتاء يصلح الكوخ في الشتاء، بس بالصيف ما يصلح. بلاك كذي عطب و الله يعافيك. عندك مرة والله خالصين. والله أنت قوي. الله يعافيك. الله يعافيك أبو سامي. الله يعافيك. عرفت؟ فكان هدفنا يا كوخ. بخير يا جرفون، بخير على ما تعلم. أنت خلصت من هذه المجموعة صح ولا باقي؟ لا باقي للأحمر. طيب يا شباب اللي خلص منها الاستاذ عبد الله يجي يساعدني هنا، نرتب المنبر مال زين. صحيح. ايش رايك ننظف هنا؟ اصفر ساعد الاستاذ عبد الله. عد مسامير، يجي اعمال حتى لبسهم، يعني
مضبوط شيء ملحوظ. هم اعطوني افكار الحين وضمن الفكره بعطيها الاداره. اذا وافقت الاداره من الان بكره خلينا ننزل الاغراض ونبدا فيها ان شاء الله. يكون الكوخ يكون الكوخ كلمهم يكون الكوخ الجهدك كذا فاتح على الاداء بدل ما يكون هنا صاد على يعطي ظهر كنا كوخ رسمي كوخ مدرسه بقى. مضبوط اشاور مجال في الفكره نبدا ندرس شكل نظبط ذا والخشب كل اخشاب تعرف لو انها عندي قلت بدينا كلمت الحين حق الخشب عادل. قلت نزل لنا تريله خشب هنا عدل اشتغلنا والله بس لازم اشاور اداره يجيك فريق بعدين اذا خلص يبدا فيه يبدا تطوير والتصميم اذا رصينا الخشب ورصينا الكوخ خلاص يجي فريق الاحمر هو مسؤول عن البويات فريق الازرق مسؤول عن الاناره عرفت تمديدها بس تمديدها اما تسبيع لا مضبوط ابى اقترحها الاثاث في نهايه يكون هذه الحلقات الاخيره تكون هذه الحلقه الاخيره ختاميه يعني افتتاح مضبوط من قسم الحلول نكتب قسم الحلول ابى اقترحها على الاداره ان وافقوا وابد ابى اعطيكم خبر انتم المشرفين هيون طلابكم للفكره هذه لا بس تفضل استاذ انت جهزوا انت اطلقوا نجتمع جلسه اجتماع كلهم في طاوله اللي في الهاوس سبوره ويجي فيها بس يقول المشكلة عندنا الوقت يعني يقول ما يكلم ما يبغى حصتين والثالثة اللمسات الأخيرة أنا الرابعة نجلس فيه في فكرة كويس الكوخ في فكرة اقترحت على الإدارة وافقوا عليها ممتاز نزل رد طين حلو خليهم يلبنون أول حصة ثاني حصة يلبنون ثالث حصة يبنون فرن طين رابع حصة كل واحد يجيب معه عجينة اللي بيضبط خبز اللي بيضبط بيتزا اللي بيضبط فطاير في فرن الطين هذا تلبين هذا جو عايض بيت ايه جو فكرة تلبين مناسبة بيت عايض جدا هذه طلع ما يدرون يعني لو اقول لهم الحين بنهبلون ايش رايك ملعب صابون لا احنا تلبين تلبين بيت تلبين ولا كوخ ولا 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 ملعب صابوني والله انا نشارك فيه كلنا مشرفين مع طلاب ملعب صابوني عشان كيف تسوي كم فخانة لا لا ما تعرف ابو الحلول جيب لك شراع 15 في 20 وفرشي ومويه وصابون وزحلك هي كذا هي بس في كسور بيجي صابات اذا ما في لا ايه بيجي صابات انا اقول ملعب صابوني خليني باخذ فكرة بدر عشان كم بقى على الصلاة لا لا ما هو انا قلت يا اما نبني كوخ باجي قطار الموت قطار الموت مرة واحدة في بيجيكم بيجيكم مشروع القدية ان شاء الله نروح نلعب كلنا سوا اجلس يا حبيبي انا ودي اسوي جلسة كذا كاملة على المربع كامل بس تكون كبيرة مرة حلو نحط داخل نحط بالنص يعني كذا نار عشان زي المجالس اقصد زي المجالس في الليل حلو الليل برد فهمت بتكون جلسة كذا كبيرة كاملة وتكون مرتبة وكذا نحط اضاءات من فوق و... يعني فكره جلسات ما في غيرها مجلس كامل طيب بس جلسات دول ايش قصرت فيك لا لا اقصد يكون مجلس احنا نبغى فكره ما سويناها نبغى شيء مجلس كبير عندنا مره عندنا المشرفين يبغون شيء جديد المشاهدين يبغون شيء جديد يا فواز خلاص انا ودي كره سله انا بخاطر كره سله بجيكم الحين استاذ عبد الله انا بخاطر كره سله والله كره سله مو كره سله قصدي كره طايره كره طايره خلاص بجيكم استريح يا شباب السلام عليكم اصفر مرحبا ومسهلا يعطيكم العافيه الله يحييك الله يحييك يا ابو ناصر ابو ناصر شوي هذه فكرك في مظله لا اي تقدر تقول يا عواد بس انا اقرب انها تكون سك اجلس ايه اجلس سك فلوس المكان اللي بيسوي مثلا جلسه إيه؟ ولا اضاءه كذا انت تبغى السك هذا ليش؟ لا استاذ اكيد نقعد تحت تعرف اللي جاتني فكره مظله ما يدري لا لا مظله تعتبر مظله كنا مظله لا انا قصدي مثلا يكون في فلوس اضاءه عرفت يعني نسلك لها وكذا نضبطها ونحط ستاير كذا نرجع نقول فكره مظله لا سقف طيب انا عندي صبوره واحد جيبوا لي ستار جديده كلكم رذاذ هو ايش ادراه مو كل عنده فكرته سجل سرضية حنكة هنا طال عمرك ايش رايك لو نسوي حفرة حنكة العب ايش تبغى؟ هذه جاية الان دخلت مشروع جديد قول كذا تراك في اجر اللي يدور الاجر ويبغى الاجر لله سبحانه ينظف عطني العلب اللي تحت يا مجيد لا انت عطني اياها هنا واخر يا مطيري شوي لهنت
يا شباب يا شباب النظافة يا شباب، تكلمنا عن النظافة تكفون. الأكواب اللي لها الشاهي، شوف الموية، شوف الملاعق، الملاعق يا ولد يا ولد، الأكواب ايه انت وياه شيلها. طيب كوب دور على محقك ما تشيل، شيلها. شفني انا قاعد مشرف قاعد اشيل، شل هذه نظافة دي لنا كلنا. من اللي يبغى ذرة؟ عزوز تبغى ذرة؟ اجلس فقرة أساسية. خلصنا؟ لا خلاص يا رب. شوف كيف البشار منطل في الأرض. معلش خذ لفه وتعال. خلاص قفلنا. انا الحين بعطيهم هذا لان بنختم. اتوقع الاذان ما هو بريث. خلاص انت بس دقيقه خلينا نشوف الاذان كم باقي له. بقى 15 دقيقه. شوف عاد عندك شيء تقدمه فيصل؟ اخر واحد جاكم من درس. يلا هن يا شباب نجلس، خلينا نجلس عشان نبي نلقي. يا شباب نجلس نجلس نسمع الاستاذ. يا اصفر خالدي شو كذا؟ عبد المجيد، عبد المجيد، مجيد اجلس نسمع الاستاذ عنده فكره لنا كلنا. يا احمر يا شباب نسمع فكره الاستاذ لنا كلنا. عواد يا رايد يا ابو سعيد نسمع فكره الاستاذ. الاستاذ بيطرح فكره. يا شباب نسمع الاستاذ عبد الله. ابو حسين شباب الصوت. استاذ عبد الله في فكره بقولها لكم، بس اذا شفت احد يسولف ما راح اتحمس، راح اقول بمشي خلاص، بمشي للدوادمي. فابغى اتكلم، ابغاكم كلكم مركزين. خليهم يخلصون، إذا خلصوا أعطونا خبر. لا خلصنا. أكيد. إذا تكلم الفريق الأزرق أخصم عليه 15 درجة. أوكي. إذا تكلم أي واحد فيهم. طيب أبشر. الله يعطيكم العافية كلكم، أعطتوني اقتراحات وأفكار كلها جميلة. عندنا الفريق البنفسجي قال مرجيحة ومسبح. الفريق الأصفر قال طاولة وملعب طائرة. الفريق الأزرق أعطوني أفكار، قالوا مسبح وزبان تحركة. أقسم عليه. صدوش. أقسم عليه، قلت لك تكلم ما قلت لك تكلم، أقسم عليه. 15 درجة على فواز. الفريق الأخضر قالوا جلس كوخ وملعب ورداد موية الشهر. ورداد موية. الفريق الأحمر قالوا قال عمودين وسقف، يقصد المظلة أربعة. افكاركم كلها ما اقول لكم انها ما هي بزينه، افكاركم كلها ناجحه، بس لكن احنا نبغى الفكره اللي نشوفها مناسبه هنا ونقدر نسويها في الحصص اللي جايه. فانا بقول لكم فكره، بقول لكم فكره، ابغى اللي يشوف ان الفكره كويسه يرفع يده بدون انا يرفع يده. ابغى اسمعك ما يسمعك. بقول لكم فكره الان، ما ادري يمكن تعجبكم يمكن ما تعجبكم، ولكن اذا عجبتكم ابى اقول لكم ايش رايكم فيها. ما ابغى احد يتكلم يقول زينه والله انها حلوه خلينا نسويها، لا ارفع يدك بس علشان اشوف كم نسبه الاعجاب في الفكره. اذا شفت العدد كبير. عبد الله معنا دقيقه على الاذان عشان بس نطرح الفكره. مضبوط. الفكره اللي راح نسويها، وش رايكم؟ عندنا فكرتين، وش رايكم نسوي شوايه؟ الحصة الأولى نضبط شواية، الحصة الثانية نجيب دجاج، نجيب لحم ونشوي، نجرب الشواية اللي حنا صنعناها أو اللي حنا اللي سويناها. فاللي عجبت الفكرة يرفع يده. ارفع يدك. قالوا لك ارفع يدك، ارفع يدك. ما عجبتك الفكرة عادي، اللي ما عجبت الفكرة لا يرفع يده. أنا قلت في فكرة ثانية. عجبتك بس ما أدري. ما عجبت الفكرة. من حقه من حقه من حقه. خالد ما عجبته الفكره يبغى يسمع الفكره الثانيه. من حق. كم عندنا واحد اللي عجبته الفكره؟
الفكرة الثانية بننزل هنا رد يعني قلابي طين. الحصة الأولى راح نلبن نرجع الأبانة كيف كانوا يستخدمون الطين ونسوي زي الأطواب زي البلوك حلو. الحصة الثانية إذا أنجزنا بدينا ما أنجزنا كملنا تلبين نلبن. الحصة الثالثة نبني فرن طين تنور حلو. الحصة الرابعة والأخيرة نخلي كل واحد يجيب معاه عجينة يصير عاجنينها هله يحط بيتزا يحط فطاير وكل فصل يجي يجرب الأشياء اللي جابها في فرن الطين يكون عليها درجات ترى. فإذا عجبتكم الفكرة ارفعوا يدكم. ما عجبت الفكرة الثانية ارفع يده. خالد أي فكرة ما عجبت ولا واحدة؟ فرن ولا شواية ولا واحدة ما عجبتك؟ والله نقدر نقول أن نص خذوا من الفكرة ذي ونص خذوا من الفكرة ذي. فبنسوي قرعة بين الفكرتين أو بنجيب لكم فكرة جديدة إن شاء الله في الحصة الجاية راح تشوفونها في وقتها. طيب إيش رأيك أستاذ؟ فالله يعطيكم. إيش رأيك نخلي فريقين كذا وفريقين كذا؟ فريقين شواية وفريقين يسوون الفرن. بنشوف. هو يقول بنشوف بيرجح واحدة. بنشوف بنرجح واحدة فضل عشان تكون يكون شغل كل واحد. نطلع الأذان أستاذ عبد الله. يلا يقول الله يعطيكم العافية ما قصرتوا وعدنا إن شاء الله الحصة الجاية. الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله. شكرا لك ما قصرت. فيصل من اللي بيأذن؟ سلطان. موجود موجود سلطان. يعطيكم العافية فما لا صفقة الحصة الجاية. تحية للأستاذ. تحية للأستاذ عبد الله. تحية للأستاذ عبد الله. تحية تحية. كيف صفقة قدرك؟